عرس للشعب العراقي، وان شاء الله انجاز للعالم كله نوصل صوتنا، نقول للعراق بيتك الثاني هذا، لا تخاف البلد امن، العراق امن وعلى راسنا، وتحياتنا لكل الشعوب. اهني اهني الشعب العراقي، اهني الشعب العراقي على هذا الفوز العظيم، ان شاء الله العراق يبقى امان، نبلغ الخليج كله العراق امان، يبقى امان. الف مبروك الشعب العراقي، ألف مبروك للمنتخب العراقي، وهذا ليك للإمارات، ونقلهم خلوا صرحهم كيفكم، الفوز منا نجيبكم، خلوا صرحهم كيفكم، ألف مبروك للمنتخبنا، وألف مبروك على هذا الأداء الرائع، والله يوفقنا إن شاء الله ونحصل الصدارة إن شاء الله. التاريخ يبقى تاريخ، والعراق هو تاريخ، وإن شاء الله نغلبهم مرة ثانية. يعني إحنا انظلمنا من قبل الاتحاد، من قبل المدربين، من قبل كل الناس، وفزنا عليهم ويكم هذا، والله وفقنا. والله جينا من الانبار، والله جينا حتى نشجع ونازل المنتخب، وهذا ملعب وذاك ملعب، وين يريدون نلعب؟ السعوديه مو بيقبل لا السعوديه، اليوم فوز عظيم اليوم، لان ما رضوا يلعبون ملعبنا وفزنا عليهم. السعوديه مو بيقبل لا، بس كلمه واحده خل توصل، اذا دعتك قدرتك ان تظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. الاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي ظلمتونا، اللعبة سرقتوها من عندنا، احنا هذا حقنا واللعبة حقنا وانتوا اخذتوا حقنا، بس الله عادل.